أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يقول بعض الناس الناجح هو الذي يخلق جوا من الجدية، ويقول بعضهم: وخلقنا روح التفاهم بينهم، فهل يصح نسبة الخلق إلى أحد من الناس؟ إذا كان هذا خلق، هذا خلق جزئي، خلق جزئي، هذا خلق جزئي، وتخلقون إفكا، خلق جزئي. أما الخلق الكامل والعام هو لله جل وعلا، والخلق هو التقدير، الخلق هو التقدير. نعم.